أقول لكل من له إخوة أو أخوات، قيل لأحدهم مات أبوك؟ قال أرثه. ماتت زوجته؟ قال تزوج غيرها. قالوا مات أخوك؟ قال انكسر ظهري. الله، وهم عماد الظهر. امرأة خيروها بين زوجها وولدها وأخلها أن يطلقوا أحدهم، ما تختار الثلاثة، إما الزوج أو الابن أو الأخ. فقالت اختار أخي. قال والزوج؟ قالت موجود. والولد؟ قالت مولود. قال والأخ؟ قالت مفقود. الله، مفقود. ونعفو عنه ونتجاوز حتى يتجاوز الله تعالى عنه. فدماؤنا تجري في دمائه، وأكلنا من إناء واحد، وشربنا من كأس واحد، ولبسنا ثياب بعضنا بعضا، ونصفح عنه، ويحترم صغيرنا كبيرا، وغنينا يعطي فقيرا.